السلام عليكم. اليوم الناخب الوطني فوزي البنزرتي أعلن على قائمة المنتخب التونسي لمواجهة المنتخبات اللي باش يلعب ضدهم في تصفيات مؤهلة الكأس الأفريقي. علاش ما سميتش الزوز منتخبات اللي باش يواجههم إن شاء الله المنتخب التونسي نهار 6 ونهار 9 سبتمبر؟ على خاطر مقابلات ما هيش هيك النوعية متاع المقابلات اللي باش نركزوا معاهم برشا، والمنتخب باش يواجه المنتخب الفلاني ويلزم ننتصروا عليه وما ثماش كلام وما يفرحنا كان الانتصار. ليه؟ هذه نوعية متاع مقابلات، ما ثماش ناخب وطني مر على المنتخب التونسي إلا في النوعية هذه متاع المقابلات المؤهلة، خاصة الكأس إفريقيا وفي رادس مثلا يفوز بنتيجة عارضة. يعني النوعية هذه متاع المقابلات ونتيجة متاع المقابلات هذه راهي متبين شيء على المدرب. لا تقول مدرب خشين ولا هم يحزنون، بالطبيعة نحكي على الانتصار. انت غدوة فوزي البنزرتي كي يربح لك 4 و5 و6 راهو ماهوش دليل انه مدرب ناجح. ولو فرضنا يتعادل مثلا، يتعادل مثال في رادس ولا هدف لصفر بالسيف، نورمال مو فوزي البنزرتي يشكيو به. انت هنتلت وذرحت المنتخب التونسي، هذاش حبينا نوصلوا الميساج اللي حبيناه، اللي حبينا نوصلوا راهو النوعيه هذه نتاع المقابلات ما تبينش قيمه المدربين. مقابلات عباره على مقابلات وديه لا اكثر لا اقل، وان شاء الله نهار 6 في الشهر وقت اللي يلعب المنتخب التونسي تو نشوفوا راهو المنتخب عادي يربح لك 3-4-0 ومهما القائمه اللي اعلن عليها فوزي البنزرتي. بالنسبه للملاعبيه اللي قدم لهم الدعوه والموجودين في القائمه، ثم ملاعبيه يلزمهم يكونوا موجودين، ثم ملاعبيه شخصين ما كنتش نتفكر ان نتصور فوزي البنزرتي ما تفكرهم باش يقدم لهم الدعوه وقدم لهم الدعوه وحاجه باهيه، وثم ملاعبيه اخرين كي قدم لهم فوزي البنزرتي الدعوه تفهم عقلية البنزرتي، وهذا الشيء اللي يخوف. خليونا نبدأ في حراسة المرمى، خليونا نبدأ بحراسة المرمى. أمان الله مميش يستحق باش يكون موجود بشير بن سعيد. قلت في الحلقة الفارطة تقريبا عندها 48 ساعة من اللي هبطت، قلت كان جات الدنيا دنيا راهو أمان الله مميش يكون موجود مع بشير بن سعيد. ما يهمش الزوز موجودين في الترجي الرياضي على خطر الى حد الان ما ثم حتى حارس مرمى العب. يعني ريت مثلا كان هما كانوا ثم 3 حراس مرمى، واحد في المستير وواحد في الترجي مثال، واحد في الاتوال، واخذتهم نتاع الاتوال ونتاع المستير اخذتهم الترجي، وهما 3 هذوما وقت اللي كانوا مع انديتهم كانوا موجودين في المنتخب. تربص في التوقيت هذا 3 يلزمهم يكونوا موجودين على خاطر ما ثم حتى حارس مرمى بدا يلعب ويبرز. لكن التربص اللي بعده نشوفه ما يلزمش صراحة يكون بشير بن سعيد موجود مع أمان الله مميش وقت اللي يكون حارس أساسي والحارس الآخر يكون احتياطي. الإشكال فين؟ الإشكال في علي الجمل. يندرى لهنا فوزي البنزرتي يحب من غير الضغط متاع حتى حد على خاطر المدربين القدم والناخبين القدم يقول لك والله وديع الجري ضغط عليهم وكذا وكذا ويلزم يرضي الجمعيات الكل. فوزي البنزرتي يحب يعملها وحده من غير ما يضغط عليه حتى حد، على خاطر انت كي تجي تقول لي علي الجمل بابا مناسبة بابا الباهي تعيط له علي الجمل، فسر لي انت خوي، فسر لي بما مناسب. التربص الفارط ما ثماش، تجي انت تو تعيط له الواه العب برز كذا، حارس موفي فاش ما عندوش قيمه بالنسبه للحارس يلزم يكون في المنتخب التونسي. مانيش باش نقول لك تعيط المعز حسن ولا تعيط ما نعرفش لشكون، ليه خوي نعاود نقولوها. ثم ادريس العرفاوي نورمالمون حارس شاب مازال صغير تقدم له الدعوه، وعندك كيف كيف نجم تعيط اللاعب حارس مرمى ساسولو، والله الاسم الله غالبي لحد الان غايب عليا، حارس مرمى ما شاء الله عليه تنجم تقدم له الدعوه ويكون متواجد في تربص المنتخب، وخاصه نعاود نقولوها مره اخرى راهي مقابلات عباره على مقابلات وديه. جيو حاليا اللاعبين خط الدفاع، حسام بن علي، منتصر الطالبي، رائد بوشنيبه، ياسين مرياح، علي العابدي، يان فاليري، نادر الغندري، وديلان برون. ديلان برون ملاعبي مقابلة أخيرة أساسي مع فريقه ساسولو ومع فريقه ساريليتانا في الدوري الإيطالي عادي جدا، بل كان
قدم له الدعوة من التربصات الفارطة مع المدربين السابقين، يعني تتحسب الفوزي البنزرتي أنه قدم الدعوة لديلان برون. شكون عندك؟ حسين بن علي، وعندك رائد بوشنيبة. بيه جر عيت، عيت الرائد بوشنيبة التربص اللي الفارط، عيتوا الظهير الأيمن متاع النادي الإفريقي، لكن ما لعبوهش وما جربوهش. انت خويا كي تعيط الرائد بوشنيبة اللاعب وجرب، مش تحكم عليه. حسين بن علي كيف كيف، انت كي تعيط لهم جربهم يا اخي، تعيط لهم وما تجربهمش، وعلاش تعيط لهم ومن بعد علاش تحكم عليهم؟ والحكم اللي باش تحكموا عليهم راهو حكم قاسي وحكم خاطئ. نجيدو نكملوا، عندك ياسين مرياح موجود، منتصر الطالبي، علي العابدي، يان فاليري كيف كيف موجود ويلزموا يلعب، عندك نادر الغندري. يعني مش مشكل الدفاع، مش مشكل او الموجودين حاليا في الدفاع، الملاعبين اللي قدمت لهم الدعوه اول مره يلزم تجربهم. جيو لاعبي وسط الميدان، عيسى العيدون مريك، الياس الصخيري مريك، محمد الحاج محمود مريك وتعطيه فرصته، محمد علي بن رمضان، حمزه رفيعه، والفرجاني ساسي. المشكل الكل نعاودو هو الفرجاني ساسي، وما ثماش علاش باش نقعدوا نعاودوا في نفس الكلام. غلطه كبيره قام بها فوزي البنزرتي. ما هو اللغه اللي توا يحكي عليها فوزي البنزرتي، يقول لك انا نعيط كان اللاعب الكومبيتيتيف، راه مش معناها اي لاعب كومبيتيتيف يلزمه تتقدم له دعوه على لاعب اقل منه. انا واحد من الناس ما نعيطش للفرجاني ساسي ونعيط لسامي شوشان. سامي شوشان والايام بيناتنا لاعب بالرسمي عنده ما يقول في روحه، ملاعب رزين، ملاعب بالرسمي نعود نقولوها عنده ما يقول في روح. انا نعيط سامي شوشي، نزيد نطلع له الكوتا بتاعه، ما هو بدا يلعب طلع له الكوتا بتاعه، ونعيط لحنا بقى المجبي. هو المدرب لعبه في اول مقابله لواه باش يجيب له الصيد من وذنه، باش يبعث له ميساج رانا حشنا بيك، وراهو المدرب مش باش يعطيك فرصتك بركه، راهو باش يضرب عليك بالبوني. نورمال مونتي زاد تعيط له ويكون متواجد في قائمة المنتخب باش يحس انه بالرسمي راهي الناس الكل واقفة معاه، والمنتخب واقف معاه، والجماهير المنتخب التونسي كيف كيف واقفة معاه. وغلطة كبيرة انه لو كان فوزي بنزرتي يفكر اللاعب اللي يلعب هو تتقدم له الدعوة. يا معلم انت لهنا مع كل احتراماتي ليه، مع كل احتراماتي ليه، تقولي بلال الماجري خاطر في خط الهجوم عندك الياس سعد، عندك علي يوسف، عندك هيثم الجويني، عندك يوسف المساكني، عندك سيف الجزيري، مرتضى بن والناس، سيف الله الطيف، وبلال الماجري. بلال الماجري تعيط له الواه برز خاطر برز مع الملعب التونسي، والبطولة التونسية أصلا فيها نيفو، فيها نيفو برز معناها سيء. يعني ايش حابين نوصله؟ راهو المنتخب التونسي راهو ما يلزمش يتشلك بالدرجه هذية اللي يبرز. شوفك البطوله اللي برز فيها، شوفك البطوله اللي برز فيها، شفناها الترجي الرياضي الملعبيه اللي برزوا الموسم قبل الموسم الفارط، وعايت لهم مصلح فيهم حتى واحد، ومنجح فيهم حتى واحد، على خاطرها بطوله بدور. مش اللي يبرز فيها يلزم يكون موجود في المنتخب، يلزم يبرز ويكون عنده امكانيات من فوق. هذه الملعبية اللي لازم تقدم لها الدعوة. ياك عيط له بلال ماجر، هات نشوفوا شنو هو باش يعمل، ويندرا مزال باش تقدم له الدعوة مرة أخرى للمنتخب. ولا يعني اش نحب نقولوا، راهو فوزي البنزرتي شخصيا تصوروا ماهوش راهو المدرب اللي باش ينجح مع المنتخب التونسي. هذا هو من تو نقولوه، يحب اللي يحب ويكره اللي يكره. هذه آخر أخبار المنتخب التونسي، أكيد بحول الله عندنا حلقة أخرى باش نحكيه على يوسف المساكني، لأنه ثم الانترفيو صغير دار بين فوزي البنزرتي وبين مذيع مانيش عارف في إيه فام ولا موزايك، تفهم به برشا حاجات. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة، كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم حظ موفق المنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية، في الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس. سلام.